بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام عبر تلفزيون سلطنة عمان ومستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل الحي والمباشر، حيث ننقل لحضراتكم مراسم وصول حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، محفوفا بعناية الله وتوفيقه، حيث يقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ابتداء من اليوم الأحد وتستمر يومين. الطائرة نزوى المقلة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تصل إلى جمهورية مصر العربية محفوفا بعناية الله وتوفيقه ودعاء أبناء شعبه الوفي، وفي مقدمة مستقبل جلالته أعزه الله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في مطار القاهرة الدولي عند سلم الطائرة. كما نتابع مشاهدينا ومستمعينا الآن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله وهو نزل عبر سلم الطائرة لتبدأ مراسم الاستقبال الرسمية لجلالته أعزه الله. جلالته طبعا صافح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والآن وهو يصافح المستقبلين من أعضاء السفارة العمانية يتقدمهم سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. إذن كما نتابع الآن مشاهدينا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس المصري وهما يتبادلان الأحاديث الودية ويتوجهان إلى قاعة التشريفات بمطار القاهرة الدولي مرورا بين صفين من حرس الشرف الجمهوري المصري. إذن مشاهدينا الكرام ومستمعينا، تأتي هذه الزيارة التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى أبقاه الله لجمهورية مصر العربية امتدادا للعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. سيتم خلال زيارة جلالته أبقاه الله إلى الجمهورية بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات وصولاً لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. في هذه الزيارة مشاهدينا ومستمعينا، يرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني،
ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. ستكون هذه الزيارة بمثابة دفعة لرفع مستويات التعاون، خاصة وأن البلدين الشقيقين وقعا خلال زيارة فخامة الرئيس المصري إلى سلطنة عمان في يونيو من عام 2022 على 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين وثلاثة برامج تنفيذية ووسائل تعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة. إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى القاهرة بعد أقل من عام من زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى سلطنة عمان في يونيو الماضي، تؤكد على اهتمام الحكومة العمانية بمصر نظرا لما تشهده العلاقة من تطور ونمو مستمر. هذه الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله إلى جمهورية مصر العربية ولقاء أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في أول زيارة لجلالته لمصر يعمقان العلاقات التاريخية بين البلدين. كما نشاهد الآن ونتابع مولانا حضرة صاحب الجلالة يستقل السيارة المقلة لجلالته إلى قصر الاتحادية تحفه عناية الرحمن في هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية والتي تبدأ من اليوم الأحد وتستمر يومين، ويرافق جلالته أبقاه الله فخامة الرئيس المصري حيث ستجرى لجلالته أبقاه الله مراسم استقبال رسمية في قصر الاتحادية بالقاهرة. في هذه الزيارة بكل تأكيد سوف يبحث جلالة عاهل البلاد المفدى مع أخيه فخامة الرئيس المصري مختلف القضايا الثنائية والدولية التي تهم صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وستكون نقطة تحول كبيرة ومهمة في مسار العلاقات العمانية المصرية. مشاهدينا ومستمعينا، تعد العلاقات العمانية المصرية الممتدة عبر التاريخ على كافة الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وأيضا الثقافية نموذجا فريدا يعكس البعد الحضاري الذي يمتلكه البلدان الشقيقان. هو الموكب المقل لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وهو يتوجه إلى قصر الاتحادية. وكما نلاحظ فالصورة أبلغ من أي حديث، حيث تحف هذا الموكب كوكبة من الدراجات النارية من الحرس الجمهوري المصري.
إذن الموكب المقل لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يشق طريقه باتجاه قصر الاتحادية حيث ستجرى مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم. إن السياسة الخارجية لسلطنة عمان تقوم على أسس ومرتكزات واضحة، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شأن الآخرين في الوقت الذي لا تسمح فيه حكومة سلطنة عمان بالتدخل في شأنها الداخلي. سياسة سلطنة عمان دائما وأبدا تتميز بالواقعية والتكيف مع الظروف المتغيرة دون المساس بالمرتكزات، فثمة مبادئ جلية هي الإيمان الكبير بأن العالم بشكل عام يجب أن يسوده السلام والإخاء، وأن يقوم نسيج العلاقات بين الدول على المنافع المشتركة التي تقود إلى تعزيز فرص التعايش الأخوي والصداقات بين الشعوب والدول، ما ينعكس على المناحي الاقتصادية والتجارية والثقافية والمعرفية. كما نشاهد الآن الموكب المقل لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وهو يشق طريقه إلى قصر الاتحادية محفوفا بعناية الله وتوفيقه، ويرافق جلالته وعزه الله في هذا الموكب فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إذن كما نشاهد الآن هذا الموكب يقترب من قصر الاتحادية وتحفه كوكبة من الدراجين من الحرس الجمهوري المصري، حيث سيبحث جلالة السلطان المعظم وأخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية العلاقات المشتركة التي تهم البلدين ضمن هذه الزيارة التاريخية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية مصر العربية. فسلطنة عمان دائما ما تكون حاضرة بقوة في مفردات المشهد السياسي والأمني المضطرب في المنطقة باعتبارها الدولة التي استطاعت أن تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف في المنطقة. إذن كما نشاهد الآن ونتابع مشاهدينا الكرام الموكب المقل لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وهو يدخل إلى قصر الاتحادية ويرافق جلالته وعزه الله أخاه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. Thank you.
طيب احمد مراد من حرس الجمهور حرس الشرف جاهز للتفتيش يا فندم. إذن مشاهدينا الكرام ومستمعينا، نقلنا لحضراتكم مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الاتحادية بالقاهرة ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته وعزه الله إلى جمهورية مصر العربية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.